حوالي 55 مادة، 35 منهم بيختص بيها رئيس الجمهورية. ليس هذا وفقط، الحقيقة إنه لو أضيف الرئيس الجمهورية سلطاته الغير مباشرة من حزبه في البرلمان، يبقى نسبة صلاحيات الرئيس الجمهورية أكتر من 85% من مواد السلطات في الدستور. ومن هنا يأتي السؤال أولا للسيد عمرو موسى، ما هي الصلاحيات التي ترون أنها لازمة وحتمية لرئيس الجمهورية كي يستطيع النهضة أو النهوض بالبلد، وما هي الصلاحيات التي يجب أن يتخلى عنها رئيس الجمهورية كي لا يخلق منه ديكتاتورا جديدا؟ الإجابة تبدأ الآن. رئيس الدولة القادم محكوم بإعلان دستوري حاليا، وهو أنه فترته الزمنية 4 سنوات، ولا يحق له إذا أراد أن يكون له أكثر من فترتين. يتحدث أيضا هذا الإعلان عن فصل السلطات وعن استقلال القضاء. إذن الرئيس لن يكون رئيس السلطة القضائية، الرئيس في وجود برلمان لن يكون له أي سلطة من سلطات التشريع ولا سلطة من سلطات الرقابة، لأن الاثنين من البرلمان. إذن هناك تحديدات واضحة أن القضاء مستقل، أن الحكومة قائمة، أن البرلمان هو الذي يشرع ويراقب، أن الفترة هي كذا. وهذه السلطات لم تكن موجودة في الدستور 71، إنما كانت سلطات مطلقة. إحنا بدأنا الحقيقة كلنا نعمل على تحديد هذه السلطات. إذن الرئيس القادم سيكون له سلطات معرفة محددة واضحة، ليست هي لن يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الشرطة الأعلى ورئيس مجلس كذا الأعلى إلى آخره. كل هذه أمور انتهت، ضروري نتوجه توجه جديد، توجه مختلف، أن الرئيس ستعرف سلطاته وتكون سلطاته محددة بمواد الدستور. هي الآن محددة بالإعلان الدستوري، ولذلك إحنا لا يجب أن نستدعي أي نظام ديكتاتوري أو أي رئيس ديكتاتوري مرة أخرى. الرئيس ديمقراطي، النظام ديمقراطي، والدولة ديمقراطية، والدستور ديمقراطي. هذا ما نريده، وهذا ما يجب أن يكون بعد ما عانيناه في سنوات طويلة من الديكتاتورية التي أدت بنا إلى ما نحن فيه الآن. اللي إحنا فيه الآن هو ثورة على ما حدث، ثورة على الخلل اللي حدث في مصر. هذه الثورة بتترجم في أهداف إلى بعدالة، بتقدم، بتغيير جذري في البلد. هو ده اللي إحنا هنعمله، بس مش الرئيس لوحده، يعني الرئيس لوحده وكل مؤسسات الدولة معاه، إنما هو التي يقودها نحو هذا التغيير الثوري في الوضع المصري. أمام دكتور عبد المنعم أبو الفتوح نفس الوقت ليجيب على نفس السؤال، ما هي الصلاحيات التي ترون أنها لازمة وحتمية لرئيس الجمهورية كي يستطيع النهوض بالبلد، وما هي الصلاحيات التي يجب التخلي عنها حتى لا يتحول إلى ديكتاتور؟ الإجابة الآن. هذه الصلاحيات تتوقف على النظام السياسي، وأنا ناديت من أول يوم أعلنت فيه من أكثر من سنة وعدد من الشهور ترشحي لمنصب الخدمة الوطنية لرئيس الدولة أنني مع النظام الرئاسي البرلماني وليس الرئاسي الذي نادى به آخرون. وفي ظل النظام الرئاسي البرلماني كان هدفي بانحيازي لهذا النظام هو أن تكون اختصاصات رئيس الدولة محدودة، لأن في النظام الرئاسي اختصاصات رئيس الدولة تكون أكثر من النظام الرئاسي البرلماني. وفضلا على أن أنا يعني رفضت النظام البرلماني، لأنه ونحن نبدأ دولة ديمقراطية جمهورية ثانية وحرية، فقدامنا وقت حتى تقوم الأحزاب وتقوى وتصبح عندها قدرة على تداول السلطة. وبالتالي سينتهي في الدستور الجديد إن شاء الله، وأنا أرى ده توجه عام موجود بين الأحزاب الكبيرة مثل حزب الحرية والعدالة وحزب النور وحزب الوفد، وبين عدد من الشخصيات العامة، سيكون التوجه هو أن يكون رئيس الدولة مسؤولا عن التنسيق بين السلطات، مسؤول عن الأمن القومي، مسؤول عن العلاقات الخارجية، مسؤول على التنسيق زي ما قلت بين السلطات وإصدار القوانين. أما مسؤولية الحكومة فستكون للأغلبية البرلمانية سواء كانت حزب أو أكثر ائتلافا برلمانيا في ظل النظام الرئاسي البرلماني. النائب العام ليس من صلاحيات، أنا أنادي ألا يعينه رئيس الجمهورية، لأن ده أفسد جهاز التحقيق بسبب تدخل السلطة التنفيذية في عمل جهاز التحقيق، وينقل تعيين النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى حتى تصبح جهاز التحقيق جزء خاضع للإشراف التام
للسلطة القضائية ممثلة في مجلسها الأعلى، مع التأكيد على ضرورة استقلال السلطة القضائية تماما عن السلطة.